بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. بهذا الفيديو راح نبلش بالجزء الثاني من درس مبدأ العد، واللي هو مضروب العدد الصحيح غير السالب. مضروب العدد الصحيح غير السالب. هسا أول شيء بدي أبلش فيه اللي هي إشارة المضروب. بتعرفوا إشارة التعجب بالعربي؟ هاي إشارة التعجب، واحد وتحتها نقطة، هاي هي إشارة المضروب. طيب لما أجي أحكي لك مثلا اثنين مضروب، شو يعني اثنين مضروب؟ يعني انه اثنين ضرب واحد وتساوي كم؟ اثنين. تمام، هسه بدي اياكم تتبعوا على التسلسل اللي انا بكتبه. لو كتبت ثلاثة مضروب شو يعني؟ يعني ثلاث ضرب اثنين ضرب واحد وتساوي كم؟ ثلاث ضرب اثنين اللي هي ستة. تمام، هسا انا اللي قاعد بعمله اني انا بضلني انقص واحد لحتى اوصل لوين؟ لعند العدد واحد. يعني لو اعطاني مثلا اربعة مضروب نفس الاشي، اربعة ضرب ثلاث ضرب اثنين ضرب واحد، واللي هي بيطلع جوابها كم؟ 24. يعني انا كل ما عمالي ايش بعمل؟ بنقص واحد، كل ما امشي خطوة بنقص واحد، كل ما اضرب بنقص واحد، لحتى وين؟ نوصل بس لعند الواحد. هذا اسمه الأربعة مضروب، وهاي اسمها بقرأها الاثنين مضروب، وهاي اللي هي الثلاث مضروب. طيب هسا أنا بدي أعطيكم يعني كم شغلة تحفظوهم حفظ، عشان ما تضلكم لما يجي لك سؤال مثلا خمسة مضروب تضلك تضربها خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاث زي هيك. لا، أنا بدي أعطيك إياهم جاهزين، وأنت حاول إنك إيش تحفظهم، حاول إنك تحفظهم عشان لما تجيك المسألة تعرف تحلها بأسرع وقت. تمام، أول واحدة بدنا نبلش فيها اللي هي الصفر. الصفر مضروب، هاي الصفر مضروب بيطلع جوابها دايما ايش؟ واحد. وين ما شفت الصفر مضروب كم بتحط مكانها؟ واحد. هاي حفظ، بدك تحفظها. هسا عندك الواحد مضروب اللي هو الواحد ضرب واحد بضله واحد، يعني الصفر مضروب والواحد مضروب الاثنين جوابهم بيطلع كم؟ واحد. تمام، لو في عندك اثنين مضروب، هاي اللي هي اثنين ضرب واحد اللي هي بيطلع جوابها اثنين. طيب لو عندك ثلاثة مضروب كم بيطلع جوابها؟ ستة. طيب عندك أربعة مضروب بيطلع جوابها 24، والخمسة مضروب كم بيطلع جوابها؟ اللي هي 120، والستة مضروب، ستة مضروب كم بيطلع جوابها؟ 720، وآخر واحدة اللي بدي أكتبها اللي هي السبعة مضروب وبيطلع جوابها 5040. 5040، هدول كلياتهم بدي إياك تحفظهم حفظ عشان وين ما يجوك بالسؤال تعرف تستبدل مكانهم العدد المناسب. تمام، هسا رح نشوف كيف مع بعض بحل الأسئلة. هسا خلينا نشوف مثال أربعة بالكتاب صفحة 225، اللي هو معطيني مسائل بيحكي لي جد قيمة كل ما يأتي. جد قيمة كل ما يأتي. تمام، معطيني أول واحدة اللي هي خمسة مضروب بيحكي لي جد قيمتها، ومعطيني هون اللي هي السبعة مضروب كم قيمتها، ومعطيني رقم ثلاثة اللي هي الاثنين مضروب شو قيمتها، ورقم أربعة معطيك أربعة مضروب زائد ثلاث مضروب. طب خلينا نشوف معاهم كمان بالمرة، طالما احنا حلين نشوف معاهم سؤال أربعة بأسئلة الدرس، اللي هو بيحكي لك جد كمان ايش؟ الستة مضروب، ورقم ستة اللي هي بيحكي لك ثلاثة مضروب زائد خمسة مضروب زائد اثنين مضروب كم تطلع، ورقم سبعة اللي هي اثنين مضروب زائد صفر مضروب، ورقم ثمانية اللي هي 42 ضرب ثلاث مضروب. طيب وخلينا نشوف كمان مسألتين هيك خارجيات من عندي، يعني اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد اللي هي ستة ناقص ثلاث مضروب ضرب أربعة مضروب زائد صفر مضروب. تمام، هذا الأسئلة خلينا نحلهم. هسا أول واحدة بيحكي لي جد قيمة الخمسة مضروب، حكينا الخمسة مضروب لازم نكون حافظينها هون اللي هي كم معنا جوابها؟ 120. تمام، بشيل الخمسة مضروب بحط مكانها كم بيطلع الجواب؟
اللي هو 120. ولو انت ما كنت حافظها بتقدر انك توجدها عادي، 5 ضرب 4 اللي هي 20، وبتضربها في 3 وبتضربها في 2 بيطلع الجواب كم تبعها 120. تمام. هسا السبعة مضروب برضو نفس الاشي، هيها معانا هون 5040. انا ليش بحكي لك تكون حافظهم؟ لانه اسرع لك في الحل، بدل ما اجي اقعد اضرب السبعة مضروب، اضربها 7 بـ6 بـ5 بـ4، بطول يعني، باخذ معك وقت شوي في الحل، واحنا بالامتحان بهمنا الوقت، فخلص بنكون حافظينها على السريع. انه 7 مضروب بشيلها شو بحط مكانها؟ 50 40، 5040. تمام. هسا الاثنين مضروب شو بنشيلها بنحط مكانها؟ الاثنين. هسا معطيني هون 4 مضروب زائد 3 مضروب، اوعى واحد يجي يحكي لي بحط مكانهم 7 مضروب، لا خطأ. هذا المضروب بحسب كل واحد لحاله، يعني الأربعة مضروب بحسبها لحالها، اللي هي الأربعة مضروب كم معنا هون؟ 24. 4 مضروب نحط مكانها 24. هسا زائد الثلاثة مضروب، كم الثلاثة مضروب؟ اللي هي 3 باتنين بـ1 اللي هي 6. فباجي بحكي هون 24 زائد 6، وبطلع جوابها كم؟ 30. تمام. في حالة المضروب لما يكون بينهم جمع أو طرح بحسب كل مضروب لحاله، وآخر إشي بجمعهم أو بطرحهم حسب العملية الحسابية الموجودة عندك. تمام. فرع 5 اللي هو معطيك 6 مضروب، 6 مضروب هيها معانا كم؟ 720. تمام. هسا نشوف فرع 6 اللي عندنا هون، 3 مضروب زائد 5 مضروب زائد 2 مضروب، حكينا بنحسب كل مضروب لحال. 3 مضروب اللي هي كم معانا؟ 6، يعني رح نشيل أول واحدة نحط مكانها 6، زائد 5 مضروب كم معانا؟ هيها 120. بشيل 5 مضروب بحط مكانها 120، زائد 2 مضروب اللي هي عبارة عن 2 صح؟ تمام. 6 زائد 120 126 زائد 2 128. فهمتوها كيف؟ بحسب كل مضروب لحاله وآخر إشي بجمعهم أو بطرحهم. هنا في عندي 2 مضروب اللي هي 2، زائد 0 مضروب حكينا جوابها دائما إيش؟ 1، يعني راح اشيلها احط مكانها 1، بيطلع 2 زائد 1 اللي هي 3. طيب عندك هون 42 ضرب 3 مضروب. هسا الثلاثة مضروب هي عبارة عن 6، لو نيجي نحسبها هون هي 42 ضرب 6، 6 ضرب 2 اللي هي 12، 6 ضرب 4 اللي هي 24، وفي عنا 1 فوق 25، يعني بيطلع جوابهم كم؟ 252. تمام. بيطلع جوابهم 252. هسا نشوف هاي الأخير اللي تحت عندنا هون، بيحكي لك 6 ناقص 3 مضروب، هاي كلها عبارة عن كم؟ 6 ناقص 3 اللي هي عبارة عن 3 مضروب ضرب هاي اللي هي 4 مضروب، خلينا نكتبها بالمرة، 4 مضروب اللي هي عبارة عن كم؟ 24، زائد 0 مضروب حكينا دائما جوابها 1. هسا 3 مضروب هي عبارة عن 6، يعني 6 ضرب 24 زائد 1، خلينا نحسبها هون، 6 ضرب 24، 6 ضرب 4 اللي هي عبارة عن 24، 6 ضرب 2 اللي هي 12، وفي عنا 2 فوق اللي هي 14، فبتصير 144 زائد 1، بيطلع جوابها كم؟ 145. مفهومي هاي كيف طريقة الحل تبعتها؟ بس بشيل أهم إشي إني أكون حافظ أو يعني عارف قديش أحسب قيمة هدول، تمام، لانه كل الحل بيعتمد عليهم. بس خلينا نزيد العيار شوي، نزيد عيار الاسئله شوي، هي كلياتها سهله بس خلينا نرفع العيار شوي. لو اجيت انا حكيت لك اللهم صل على سيدنا محمد، جد قيمه السبعه مضروب على 5 مضروب كم تطلع قيمتها؟ ولو حكيت لك الست مضروب ناقص 4 مضروب، تمام، ولو حكينا 20 مضروب على 18 مضروب، تمام، وفي عنا كمان 100 مضروب على 99 مضروب، هذول كلهم أنا بدي أحسب قيمتهم كم تطلع. وفي عندي كمان اللي هي 12 مضروب على 9 مضروب ضرب 3 مضروب. خلينا نشوف هذول كيف بدنا نحسبهم. هسا الأولى بيحكي لك 7 مضروب على 5 مضروب. هسا هاي 7 مضروب لو اجينا احنا فرطناها، يعني اجينا ان نجزئها شوي، اللي هي عبارة عن 7 ضرب 6 ضرب 5، اكمل ولا اوقف هون؟
خليني أوقف وأحط جنبها إشارة المضروب. طب ليش أنا عملت هيك؟ لأنه أنا في عندي مضروب في المقام 5 مضروب لياها 5 مضروب، فبقدر إني أتخلص من المضروب مع المقام الموجود تحت، وسبعة ضرب ستة اللي هي كم بتطلع؟ 42. فهمتوا كيف؟ يعني بدل ما أضلني أمشي أحكي 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، ما هي أصلا موجودة في المقام نفسها 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1، بس إنه أسهل لي مكتوبة 5 مضروب وفي عندي في البسط 5 مضروب، فخلص بختصرها معها على السريع، ما في داعي أقعد يعني أعمل 100 خطوة بعدين أقعد أشطب، خلص بحط 5 مضروب، في عندي 5 مضروب في المقام بشطبها معها. تمام، هون عندي 6 مضروب ناقص 4 مضروب، حكينا ما أجي أحكي إنه هي 2 مضروب، لا، الستة مضروب إحنا بنعرف هي موجودة عندنا هون، الستة مضروب هي عبارة عن 720، 720 ناقص الأربعة مضروب اللي هي عبارة هيها عن 24، بنشيلها بنحط مكانها 24، هسا 720 ناقص 24 بيطلع جوابها 696، لما نيجي نطرحهم البعض بيطلع جوابهم 696. طب خلينا نشوف هاي اللي تحتها، 20 مضروب على 18 مضروب، 20 مضروب اللي هي عبارة عن 20 ضرب 19 ضرب 18 مضروب، صح؟ تمام، وهنا في عنا في المقام 18 مضروب نختصرها معاها، بضل عنا 20 ضرب 19 نضربهم ضرب عادي هون، 9 ضرب 0 اللي هي 0، 9 ضرب 2 واللي هي 18، 1 ضرب 0 اللي هي 0، و1 ضرب 2 اللي هي 2، فبيطلع جوابهم 300 وكم؟ 380. تمام؟ طيب عندي هاي اللي تحت 100 مضروب على 99 مضروب، كم بيطلع جوابها؟ سهلة، 100 ضرب 99 بوقف، في عندي هنا مضروب، ليش انا عملت هيك؟ لانه في عندي في المقام كمان 99 مضروب فبختصرها معها، بضل الجواب كم؟ 100 مضروب، سهل. هاي عندي 12 على 9 على 9 مضروب ضرب 3 مضروب. هسه اني الاكبر، انا دائما بختار الاكبر عشان اختصرها معها، اني الاكبر الثلاثة مضروب ولا 9 مضروب؟ التسعة، فباجي بختصر التسعة مضروب مع ال 12 مضروب، يعني بضلني امشي 12 ضرب 11 ضرب 10 ضرب 9 وبوقف بحط إشارة المضروب. تمام، وفي عندي في المقام هنا اللي هي 9 مضروب ضرب الثلاثة مضروب عبارة عن كم؟ عبارة عن 6، فباجي بشطبها 9 مضروب مع كم؟ مع 9 مضروب، فهون اللي هي 12 تقسيم 6 كم بضل منها؟ 2، 2 ضرب 10 20، 20 ضرب 11 اللي هي بتطلع الجواب كم؟ 220. تمام، بيطلع جوابها 220. هذا بالنسبة للشق الأول من الأسئلة اللي ممكن تيجي. هسا في عنا كمان شغلة اللي هي النون، أو قبل ما نفوت على النون في عنا هون تدريب 4 بيحكي لك بكم طريقة يمكن أن يجلس 6 طلاب على 6 مقاعد موضوعة بطريقة مستقيمة. 6 طلاب على 6 مقاعد موضوعة بطريقة مستقيمة. تمام، هسا عندي أول طالب، مش هم 6 طلاب؟ تمام، هسا أول طالب بده يقعد كم كرسي قدامه؟ هم 6 طلاب 6 كراسي، يعني أول طالب قدامه 6 كراسي يقعد عليهم. تمام، هايهم ضرب. هسا ثاني طالب كم ظل كرسي قدامه؟ راح من 6 1 قاعد عليه أول طالب. هسا ظل الطالب اللي بعده كم ظل كرسي قدامه؟ 5. تمام، والطالب اللي بعده كم بظل قدامه كرسي؟ 4، واللي بعده بضل 3، والاخير واللي بعده بضل 2، والاخير اللي هو 1. وهي نفسها هي عبارة عن 6 مضروب، صح؟ والستة مضروب حكينا اللي هي عبارة عن كم؟ 720، بنشيلها بنحط مكانها 720. مفهوم؟ تمام، كثير ممتاز لهون. هسا نشوف الشق اللي فيه نون. هسا في عنا هون اول اشي نون مضروب، وفي عنا هون نون ناقص 1 مضروب، وفي عنا نون ناقص 2 مضروب، وفي عنا نون زائد 1 مضروب، وعنا كمان نون زائد 2 مضروب، ونون زائد 3 مضروب. تمام، هذول كيف بدنا نيجي احنا نطلع قيمتهم؟ نشوف هسه شو يعني نون مضروب. يعني انه نون، مش هون الله اكبر ولذة لله،
لما كان عندنا 6 مضروب كنا نطرح منها واحد يعني تصير 5، ونطرح منها واحد تصير 4 3 2، يعني احنا شو بنعمل؟ بننقص واحد. طب هاي النون مضروب انا بدي انقص منها واحد صح؟ شو راح تصير؟ راح العدد طبعا الاول بكتبه زي ما هو نون، بخليها زي ما هي، بعدين مضروبها في ايش؟ في نون ناقص واحد، بدنا نطرح منها واحد، يعني نون لما نطرح منها واحد شو بتصير؟ نون ناقص واحد، تمام. اطرح منها كمان واحد شو راح تصير؟ نون ناقص اثنين، لانه في عندك كمان سالب واحد هون، تمام. اطرح منها كمان واحد شو راح تصير؟ نون ناقص ثلاث، وهكذا. طبعا لمتى انا بضلني امشي زي هيك؟ راح نشوف بالاسئله، راح نوقف عند يعني عند شغله معينه، فراح نحتاجها بالاسئله بنشوفها. هون عندنا نون ناقص واحد، هسا هاي خط الاعداد، هاي هون عندنا الصفر. هسا لما نرجع واحد نقص منه واحد بصير سالب واحد صح؟ نرجع كمان واحد شو بصير؟ سالب اثنين. نرجع كمان واحد شو بصير؟ سالب ثلاث، وهكذا. هسا هون انا عندي نون ناقص واحد، بدي اطرح منها واحد شو راح تصير؟ نون ناقص واحد لما نطرح منها واحد راح تصير هي عبارة عن نون ناقص اثنين صح؟ طيب نطرح منها كمان واحد راح تصير نون ناقص ثلاث، نطرح منها كمان واحد شو راح تصير؟ نون ناقص أربعة، تمام. وهي الشرط المضروب حكينا، بنشوف هسا كيف نختصرها بالأسئلة، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام، خلينا نشوف هسه اللي بعدها اللي هي نون ناقص اثنين مضروب. طبعا هون حكينا اول شيء بنتركها زي ما هي نون ناقص واحد، بعدين بنبلش نعد. تمام، هسه نون ناقص اثنين بنخليها زي ما هي نون ناقص اثنين، بعدين بنطرح منها واحد شو راح تصير؟ نون ناقص ثلاث، تمام. نطرح منها كمان واحد شو راح تصير؟ نون ناقص أربعة، تمام. هسا نون زائد واحد، هسا الواحد وين موجود على خط الأعداد؟ هون. لما نطرح منه واحد شو راح يصير؟ صفر، تمام. يعني نون زائد واحد لما نجي هيها نون زائد واحد لما نجي نطرح منها صفر شو نطرح منها عفوا واحد شو راح تصير؟ راح تصير نون لحالها صح؟ يعني كأنها هيك نون زائد أو ناقص صفر، كأنه الصفر مش موجود فبتضلها نون، تمام. نطرح منها واحد راح تصير نون ناقص واحد، نطرح منها كمان واحد راح تصير نون ناقص اثنين، تمام، وهكذا. نون زائد اثنين نطرح ايها نون زائد اثنين، نطرح منها واحد تصير نون زائد واحد، نطرح منها كمان واحد راح تصير نون اللي هي راح تصير صفر صح؟ معاها صفر بتركها نون، نطرح منها كمان واحد نون ناقص واحد، والاخيره نفس الاشي نون زائد ثلاث اللي هي عباره عن نون زائد ثلاث، نطرح منها واحد راح يصير نون زائد اثنين، نطرح منها كمان واحد نون زائد واحد، بعدين نون والزائد هكذا. بضلني اوصل هسه بنشوف لوين نوصل في حل الاسئله، تمام. هسه خلينا نشوف سؤال او مثال اللي هو مثال خمسة بالكتاب. نشوف مثال خمسة اللي هو بيحكي لك حل كل من المعادلات الآتية. معطيني أول معادلة اللي هي نون مضروب تساوي 720، معطيني ثاني معادلة اللي هي 4 + 2 نون مضروب تساوي 52، ثالث معادلة اللي هي -6 نون زائد واحد مضروب تساوي 0 + 17، هاي مضروب. المعادلة الرابعة معطيني اياها نون مضروب على نون ناقص اثنين كلياتها مضروب تساوي 12، تمام. هسا خلينا نشوف معاها سؤال من اسئلة الدرس، أو هيو عنا تدريب خمسة نحل معاها تدريب خمسة كمان اللي هو نون مضروب تساوي 120، وهون معطيك 10 + 3
نون مضروب تساوي 16، وتحت معطيني هون، خلينا نكتبها هون، اللي هي عبارة عن 2 نون زائد 1 مضروب تساوي 120. تمام، خلينا نشوف هدول نحلهم. هسا أول وحدة بيحكي لي نون مضروب تساوي 720، شو يعني؟ يعني شو بده قيمة نون، هو احنا نوجد قيمة نون بالأسئلة. هسا شو العدد اللي بيعطيك مضروبه 720؟ ايش في عدد مضروبه بيعطيك 720؟ اللي هو الستة. يعني هون نون كم تطلع قيمتها؟ 6. ليش؟ لأنه الستة مضروب، حكينا هيها هون كتبناها، 6 مضروب كم بيطلع جوابها؟ 720. فهون بيحكي لك شو العدد اللي بيطلع مضروبه 720؟ إذا هو 6، معناته نون كم تطلع جوابها؟ 6. طب خلينا نشوف هاي، 4 زائد 2 نون مضروب تساوي 52. خلينا نقول الأربعة على الطرف الثاني، اللي راح تصير عندك 2 نون مضروب تساوي 52 ناقص 4 اللي هي 48، نقسمها على 2 تطلع عندك نون مضروب قيمتها 48 تقسيم 2 اللي هي 24. شو العدد اللي مضروبه 24؟ اللي هو كم؟ لازم نكون حافظينه طبعا، اللي هو الأربعة. نون بتطلع قيمتها كم؟ اللي هي 4. يعني إذا ما كنت حافظ هذول اللي حكينا عنهم ببداية الفيديو مش راح تعرف تحل المعادلات هذول. تمام، عندي هون سالب 6 زائد نون زائد 1 مضروب تساوي 0 مضروب زائد 17. هاي كيف نحلها؟ زائد 6 زائد 6 بتصير نون زائد 1 مضروب تساوي، هسا الصفر مضروب هو عبارة عن 1 صح؟ فبشيله بحط مكانه 1، فصارت 1 زائد 6 اللي هي 7، 7 زائد 17 واللي هي 24. هسا هاي كلياتها مجتمعها مضروب، تمام. هسا شو العدد اللي مضروبه بيعطينا 24؟ حكينا الأربعة، تمام، بس ما راح أحط النون تساوي 4، راح أحط النون زائد 1 تساوي 4، يعني كلياتها جاية مع المضروب. ما بصير اني اوزع المضروب عليها، خلاص باخذها كامله مع المضروب وبنزلها. وكم اللي حكينا العدد اللي مضروب 24 اللي هو الاربعه، فهسه شو بنعمل؟ نطرح واحد نطرح واحد، تطلع قيمه نون كم؟ 3. مفهوم هاي كيف عملتها؟ باخذ العدد كامل اللي هو قبل المضروب، النون والعدد اللي معاها. تمام، خلينا نشوف هاي، نون مضروب على نون ناقص 2 مضروب تساوي 12، اللي هي عباره حكينا عن نون مضروبه في نون ناقص 1 مضروبة في نون ناقص 2 مضروب، وبوقف. شفت لوين وقفت؟ لهون. ليش وقفت لهون؟ لأنه في عندي في المقام نون ناقص 2 مضروب تساوي 12، فبختصرها معها، راحت نون ناقص 2 مع نون ناقص 2 مضروب. كم بضل معنا هون؟ بضل عندنا نون مضروب في نون ناقص 1 تساوي 12. هسه هي ممكن نحلها احنا بكم طريقة؟ بطريقتين. ايش هم؟ هسه أول طريقة اللي هو بدنا عددين متتاليين تنازلي، عددين تنازلي متتاليين بيطلع جوابهم 12. كيف يعني استاذ؟ يعني مثلا لو عندك 5 ضرب 4 يعني اطرح منها 1 اللي هي 20، مثلا عندك 4 ضرب 3 اللي هي 12، 3 ضرب 2 واللي هي 6، يعني هيها هاي اللي احنا بدنا اياها، 4 ضرب 3 كم؟ 12. فباجي باخذها كيف؟ زي هيك، بتصير نون وهون عندك نون ناقص 1 تساوي 12، حكينا العددين اللي هم 4 ضرب 3 بيطلع جوابهم كم؟ 12. هسا بنقدر ناخذ النون مع الأربعة نسويها فيها، وناخذ النون ناقص 1 مع الثلاثة نسويها فيها، بيطلع نفس الإشي. يعني نون كم تطلع قيمتها؟ تساوي 4. طب لو أخذت هاي نون ناقص 1 تساوي 3، ما أنت راح تجمع واحد هون وتجمع واحد هون، تطلع قيمتها كم؟ اللي هي نون تساوي 4. طب هاي طريقة أولى. في كمان طريقة اللي هي بتقدر انك تدخل النون على القوس هون، بتصير عبارة تربيعية زي هيك. يعني نون بدك تضربها في النون اللي هون، راح تصير نون تربيع ناقص نون ضرب الواحد اللي هي كم؟ نون. وعندك هون ال 12 جيبها على الطرف الثاني بتصير ناقص 12 تساوي 0. صارت عندك عبارة تربيعية، بنعرف كيف نحللها. نون ناقص ونون زائد عددين ضربهم 12 وطرحهم اللي هو واحد اللي هم الأربعة والثلاث، فنيجي هون بتحكي انه نون تساوي 4 ونون تساوي سالب 3، وهاي بنحكي عنها تهمل، وبناخذ نون تساوي 4. طب هاي ليش تهمل؟
إذا بتتذكروا إيش اسم الدرس تبعنا؟ مضروب العدد الصحيح غير السالب، يعني أي عدد صحيح غير صحيح وغير سالب ما بنقبل فيه، يعني أي ما في عندنا مضروب بالسالب، دائما بالسالب إيش بنعمل؟ بنلغي. تمام، فهون سالب 3 لغيناها، أخذنا قيمتها نون تساوي 4، بتقدر تحلها بالطريقتين. طب نشوف هاي، نون مضروب تساوي 120، إيش العدد اللي مضروبه بيطلع 120؟ اللي هو الخمسة، فبتطلع قيمة نون كم تساوي؟ 5. نشوف هاي، 10 زائد 3 نون مضروب تساوي 16، نطرح من هون 10، نطرح من هون 10، بتطلع هون عندك 3 نون مضروب تساوي كم؟ 16 ناقص 10 اللي هي 6. طب قسمها على 3، تروح ال 3 مع ال 3، شو بضل عندك؟ نون مضروب تساوي 6 تقسيم 3 2، شو العدد اللي مضروب 2؟ اللي هو الاثنين، نون بتطلع قيمتها كم؟ 2. تمام؟ في عندنا هاي فرع 7 اللي هي 2 نون زائد 1 مضروب، خلينا نحلها ورا. اللي هي 2 نون زائد 1 كلياتها مضروب تساوي كم؟ 120. تساوي 120. هسا شو العدد؟ بسأل حالي، طلعوا المضروب جاي وين؟ معاه قوس، فهذا كلياته بعتبره عدد واحد، كل هذا القوس انا بعتبره عدد واحد، فشو العدد اللي مضروبه بيطلع 120؟ حكينا هل هي الخمسة، فباجي بساوي لهذا العدد كامل، هذا كلياته انا بعتبره عدد، بساوي 2 نون زائد 1 تساوي، حكينا هون شو العدد المضروب 120 اللي هو الخمسة. تمام، بنطرح واحد بنطرح واحد، بتصير قيمة نون هاي 5 ناقص 1 اللي هي 4، قسمها على 2 على 2، تطلع قيمة نون تساوي كم؟ 4 2 اللي هي 2. تمام؟ طب خلينا نشوف بس آخر مسألة. اللهم صل على سيدنا محمد. لو حكى لي جد نون مضروب تساوي الصفر مضروب، وكمان لو حكى لك نون مضروب لا ناقص 4 مضروب تساوي اللي هي 96، نشوف هاي هذول كم بيطلع جوابهم. هسه هاي النون مضروب تساوي، حكينا الصفر مضروب كم جوابه؟ 1. طيب شو العدد اللي مضروبه بيطلع 1؟ عندنا عددين مش عدد واحد، اللي هو النون تساوي صفر والنون تساوي 1. هسا الصفر مضروب حكينا كم بيطلع جوابها؟ 1، معناته هيها بينطبق عليها. والواحد حكينا 1 مضروب كم بيطلع جوابه؟ برضه 1، معناته النون مضروب تساوي 1 لها حلين، اللي هم النون تساوي صفر والنون تساوي 1. تمام، خلينا نشوف هاي، نون مضروب ناقص 4 مضروب، هلا الأربعة مضروب هاي كلها كم جوابها؟ 24، وشارتها سالبة، خلينا نقولها على الطرف الثاني، بتصير زائد 24 زائد 24، بتروح من هون بتصير نون مضروب تساوي 96 زائد 24 اللي هي بيطلع جوابها 120. تمام، شو العدد المضروب 120؟ اللي هي نون تساوي 5. نون تساوي كم؟ 5. وراح انهي الفيديو معكم لهون، وكمان بتمنى من الطلاب اللي جايين جداد على القناة انهم يشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل درس جديد انا بنزله، وان شاء الله بالفيديو الجاي راح اشرح درس اللي هو التبادل، ويعطيكم الف عافيه.